بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم حلقه جديده من حصاد النهار. ان شاء الله النهارده في فقره الضيف هيبقى معايا اثنين من النجوم الكبار، كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، كابتن اسامه نبيه المدرب العام لمنتخبنا الوطني، في حوار الصراحه عن احوال منتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه، الاستعداد لبطوله كاس الامم الافريقيه 2017 ان شاء الله بالجابون، والثلاث مباريات مهمين جدا لمنتخبنا فتره الاعداد اللي جايه. كل ده حراس المرمى، اللاعبين المحترفين، كل ده من خلال كابتن اسامه نبيه والكابتن احمد ناجي. النهارده كان في ثلاث مباريات في الدوري العام المصري، السبت 18/4/2015 وادي دجله والاتحاد السكندري بدون اهداف، اتحاد الشرطه والرجاء هدف لكل من الفريقين، فؤاد سلامه في الدقيقه 28 لاتحاد الشرطه، واسلام فؤاد في الدقيقه 72 انبي بيعمل مباراه ولا اروع، كان حضرها الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد ناجي وتابعوها اكيد، برضه هيتكلموا على شكل المباراه النهارده بعض اللاعبين اللي لفتوا نظرهم. احمد جعفر في الدقيقه 16 وفي الدقيقه 31 والدقيقه 75 محمود القعود اللي عامل اداء مميز جدا مع نادي انبي. هروح لشويه اخبار وبعد كده هروح الاول شكل الترتيب الدوري. الزمالك 51 وانبي 47 والاهلي 43، وبعد كده يجي بعدهم المقصه ووادي دجله وبتروجيت 40 36 36، وفي المؤخره العاب دمنهور في المركز ال20. الجدول معانا هو الاسيوطي 9 نقاط برضه في الجدول 19 في الترتيب 19، النصر في الترتيب 18 عنده 18 نقطه، الرجاء في الترتيب 17 وعنده 22 نقطه، الجونه في الترتيب 16 وعنده 27، والباقي كله يبقى يعني بيبقى مقرب شويه في المنطقه الدافئه او بعد كده ممكن يبقى عنده بعض المشاكل. هرجع تاني لبعض الاخبار، وبعد فتره الاخبار معانا زي ما قلت اتنين من ضيوفنا الكبار، كابتن احمد ناجي وكابتن اسامه نبيه، والحديث عن منتخبنا الوطني في الفتره القادمه. اتحاد الكره يخاطب 6 دول افريقيه لوديه المنتخب في مايو، نتمنى اهتمام اكبر بمنتخبنا الوطني في الفتره اللي جايه، لكن لان اللي احنا عندنا في الفتره اللي جايه فريق مع مدير فني جديد مع جهاز فني جديد، نتمنى لهم كل التوفيق في الفتره اللي جايه. اتحاد الكره بيدرس بيع كاس مصر لابو ظبي بعد ازمه التلفزيون، تعرفين كان في ازمه ما بين اتحاد الاذاعه والتلفزيون واتحاد الكره وما بين الاهلي، والاهلي له متطلبات ماليه كبيره جدا، وبدليل كده المباراه اللي كانت مع الاهلي والاسيوطي ما اتذاعتش وحصل حواليها مشكله، لكن في كان حاج محمد ابو غاب مع زميل اسلام صادق امبارح واتكلموا، قال انه في لجنه من النادي الاهلي بتدرس الموضوع مع اتحاد الكره ومع التلفزيون لحل ازمه بث المباريات، وهم بيفكروا جديا في بيع كاس مصر لابو ظبي، ليه لا؟ لو في امكانيات او في مثلا قناه من القنوات الكبيره حبت تطرح مزايده او تدخل مزايده انهم ياخدوا كاس مصر، ليه لا؟ مع طبعا وجود بعض القنوات اعتقد ان ابو ظبي لو خد المباراه مش هيبقى الموضوع عندها حصري نظرا للعلاقات الطيبه. أعضاء الجمعية بيحملون المتناوي أزمة التلفزيون، دي أزمة جماعية مش أزمة المتناوي لوحده، لو في أزمة تبقى أزمة على مجلس كامل، مجلس مش متناوي لوحده ولا سيف ولا خالد ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا أي حد، لا الأزمة تبقى أزمة مشتركة. أزمة في الأهلي بسبب عقد جده، وعبد الصادق يؤكد أن عقده ينتهي الموسم القادم، زي ما قلت امبارح جده وعماد متعب عندهم يعني أو عندي إحساس أن عندهم مشاكل السنة الجاية مع قائمة النادي الأهلي، وفي ظل وجود جريده اللي ما عندوش يعني قناعات ببعض اللاعبين، مش هقول يعني كده، بيستبعدوا عماد متعب في الفترة اللي فاتت وبيستبعدوا جده بقاله سنة ما بيلعبش بعد إصابة رباط الصليبي، أول مرة أشوف رباط صليبي بيقعد سنة. نتمنى لهم كل التوفيق في الفترة اللي جاية، والأهلي بيكثف مفاوضاته لضم صالح جمعة بنهاية الموسم، يعني ده كلام أثير في الفترة اللي فاتت وكان موجود إن النادي الأهلي عنده اهتمام كبير جدا بنجم بحجم وقيمه صالح جمعه لاعب نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وكان عبد الرحمن مجدي وكيله قال ان في بعض المفاوضات من الانديه الايطاليه، لكن اعتقد ان اللاعب لو عنده عرض قوي عرض اوروبي اعتقد انه هيفضل في اوروبا لانه ممكن يبقى يكمل بشكل مميز جدا. كهربا بيشارك في تدريبات الناشئين بي ام بي تنفيذ القرارات العاشر، وكان لسه من شويه مع اتصال تليفوني مع زميل العزيز كريم حسن شحاته وقالوا انه اتاخر على المحاضره ودي كانت مشكله، لكن في الباطن بقى
ان كهربا مضى للنادي الاهلي، وده اللي مش معلن، ده اللي مش معلن. المعلن ان هو اتاخر على المحاضره، وده كلام انا شايفه مش منطقي، او شايفه انه ممكن يبقى في غرامه، غرامه تاخير على المحاضره او غرامه تاخير على المعسكر، انما ان هو مضى للنادي الاهلي اعتقد هي دي تبقى ممكن المشكله الكبيره بالنسبه لكهربا. الاهلي بيختتم استعداداته لمواجهه بطل المغرب وغموض في موقف وليد سليمان. قبل ما يسافر وليد سليمان كان في ازمه بتطلع كده بتطل علينا ان وليد سليمان عنده مشكله، والدكتور الماني كان قايل ان وليد سليمان على الملاعب الانجيل الصناعي بتسبب له مشكله كبيره جدا، لكن جريده كان عنده يعني اصرار انه يكون معاه. طيب بالنسبه لموضوع صالح جمعه معانا الاستاذ عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب. استاذ عبد الرحمن اهلا بيك. اهلا بيك يا عباس، واهلا بكل مشاهدينك، ويعني دايما انا عايز اقول لك انا بتفرج عليك يعني دايما احنا حبيبي عبد الرحمن يعني انت اللي مختفي، انت اللي مختفي بقالك فتره. لا انا كنت مسافر ولسه جاي، كنت عند صالح والله صديقك. كنت عند صالح او لسه طب جاي. طب ابقى اقول لصالح لما يتفق مع قناه ويبقى اتعامل له برومو، يتعامل له برومو اعتقد يبقى يعني هو راجل محترف ومنافس الاحتراف بشكل مهم جدا، لما تعمل برومو من خلال قناه النهار ويطلع قبلها بشويه في قناه تانية اعتقد ان ده يعني مش هقول لك بيقلل منه، يعني يخلي باله من الحاجات دي، الحاجات دي تفرق شويه مع الاهلي. والله انا ما عنديش علم بالقصه دي، انا بس حبيت اقول لك يعني مش هيذكر، انا ما كانش يعني في دماغي اقول لك الموضوع ده على حاجه. انت مكلمني تسالني على حاجه دي ولا مكلمني عشان ارطمه؟ معلش هي جت كده يعني، بس انا يعني انا صالح على فكره من الناس اللي انا بشيد بيهم وعندي قناعات كبيره جدا ان هو نجم. خليني اقول لك بس ان انت تعرف كويس جدا، تعرف كويس جدا ان صالح بيعزك كويس جدا، وتعرف كويس جدا ان انت شخصيا مدعو عند سينا عند صالح في يوم من الايام، واحنا متكلمين في الموضوع ده وان انت دايما مرحب بيك في اي وقت في البرتغال. طبعا 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 نجم، احنا خلينا الكلام دي تبقى واضحه طبعا لان انت طبعاً صديق ومش من النهارده يعني. طبعا قول لي بقى، صالح جمعه والاهلي ولا صالح جمعه مكمل في اوروبا من الاخر؟ بص هو يعني اقول لك باختصار دماغ صالح يعني او بالنسبه لاي لعيب كوره بيحب ان هو طبعا بيلعب في اوروبا، يحب ان هو يروح نادي كبير في اوروبا. وده ودي بتبقى الرغبه الاولى دايما في جوه مصر. ما فيش حد ابدا بما فيهم صالح ما فيش حد يكره يلعب في النادي الاهلي. اكيد لو صالح في يوم من الايام يلعب جوه مصر اكيد يحب جدا ان هو يلعب في النادي الاهلي لو نادي انبي موافق طبعا. بالظبط. لكن اذا جه عرض اوروبي كبير في دوري قوي او من نادي كبير لصالح بعتقد ان دي طبيعي هتبقى اولويته يعني. لكن لو جات له مثلا فكره ان هو يستمر في نادي في اوروبا دلوقتي ولا يروح الاهلي، هيبقى طبعا ممكن يبقى عنده وجهه نظر ان هو يروح الاهلي او وكده. بس انا لا لا اقف عند عبد الرحمن، اقف عند القصه يعني دي تحديدا. يعني انت قلت لو نادي وما جالوش عرض اوروبي تاني ممكن يبقى الاهلي، ده برضه بوادر بتقول ان ممكن يبقى بنسبه كبيره جدا عبد ان صالح جمعه موجود في الاهلي لو مفيش عرض اوروبي قوي. بص انا هي بس النقطه دي عشان برضو ما حدش يزعل يعني، نادي انبي طبعا ليه القرار الاول والاخير. اكيد اكيد. ثانيا انا عشان بس برضو ابقى امين، انا مفيش حد اتكلم بشكل دايركت من النادي الاهلي في الموضوع ده يعني. انا كل ده برد على كلام الفتره اللي فاتت دي وانا قريته انا وصالح زي ما الناس كلها قريته. لكن طبعا انا متاكد ان النادي الاهلي يعني حتى كابتن علاء قصاد اكيد عنده كونتاكت مع نادي انبي دايما يعني. الكلام ده لو حصل هيحصل ما بين الانديه اولا وبعد كده احنا هنعرف، فاهم قصدي؟ اكيد يعني كلنا بنتمنى صالح جمعه. لكن انت بتقول لي لو على هو بيفضل ايه، انا بشرح لك وجهه نظره يعني، فاهم قصدي؟ طب يعني انت برضو اكيد بينك وبينه بتتكلموا في حاجات يعني بينكم وبين بعض في الكلوز يعني، انت شايف ان هو عنده حابب يكمل ولا برضو زي اللعيبه المصريين؟ انا شايف ان هو من اللعيبه اللي قدرت تتاقلم في اوروبا وقدرت انها تعيش حياه بروفيشنال في نادي محترم في دوري محترم. وانا مستخسر ان ده ينتهي يعني. يعني انا بصراحه عايز اقول لك على حاجه يعني، واتكلمت برضو مع يعني ناس كتير جدا لما نزل في ماتش غينيا عمل فرق كبير جدا مع منتخب مصر وغير شكل المباراه. بالظبط. وعايز اقول لك ان انا من دي مش كوره صالح من سنتين اكيد يعني مثلا يعني دي في تطور كبير، فانا مستخسر ان هو التطور ده يقف هنا او كده. انا اتمنى ان مسيرته تكمل في نادي كبير في اوروبا ان شاء الله. لو وانا معاك يا عبد الرحمن، انا بصراحه معاك في الراي ده بس ان شاء الله يعني. لكن طبعا كل شيء وارد، فاهم قصدي؟ علي غزال وكوكا، انا سامع ان كوكا جاي لسبورتنج لشبونه. كوكا طبعا انا مش وكيله بس انا كنت معاه الفتره وعرفت ان هو بطل اكيد متابع يعني. وعرفت ان هو جاله عرض من سبورتنج لشبونه فعلا، وبعد بالزبط. كده اعتقد ان العرض كان من فتره يعني. بس العرض نادي طلب رقم اكبر من مليون يورو. فالفتره الجايه يعني ما عنديش اسامي، بس اللي اعرفه ان كوكا بينتظر عروض افضل من انديه اكبر من دوريات محترمه يعني. عبد الرحمن الصديق العزيز عبد الرحمن مجدي بشكرك شكرا جزيلا. الاهلي زي ما قلت بيختتم استعداداته لمواجهه بطل المغرب وغموض في موقف وليد سليمان. وليد سليمان كان عنده مشكله في اللعب على النجيل الصناعي، نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي التوفيق، ونتمنى ايضا لنادي الزمالك. خيري برفض الدخول في صفقه تبادليه وينتظر الرحيل المجاني.
طب معانا الاستاذ عوني نافع ناقد رياضي بجريده الدستور من الكونغو ومباراه نادي سموحه. استاذ عوني اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا حماد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني يا ريس، اخبارك ايه؟ طمني طمني على نادي سموحه. والله الحمد لله الدنيا زي الفل. انت يمكن بتكلمنا دلوقتي احنا قاعدين مع الكابتن حلمي طلان وجهاز المعاون، ومعانا القنصل المصري هنا في الكونغو تمام الاستاذ كريم، والاستاذ سموحه استعداداتها قويه الحمد لله، الفريق مكتمل الصفوف. طبعا النهارده احنا غادرنا مدينه بونت نوار اللي احنا كنا بنقيم فيها، ودي طبعا عن ديليزي اللي هيتلعب فيها المباراه حوالي 3 ساعات ونص. جينا النهارده نزلنا في فندق، يمكن هو فندق متواضع شويه عشان البلد هنا يمكن اقل من بونت نوار. الفريق اتدرب تدريب على ملعب المباراه اللي هيتلعب عليه الماتش بكره الساعه 4:30 بتوقيت القاهره، اللي هو ملعب دوليزي لبوار. تمام. يمكن هم بس في حاجه كده ضايقتنا شويه، ان هم طبعا قفلوا غرف خلع الملابس، ما رضوش، انه انت عارف طبعا بيؤمنوا بالسحر والحاجات دي. طبعا اكيد. فيعني يعني استاذ عوني، الو، التشكيل اللي عندك معاك يا حبيبي، عندك حاجه عن التشكيل اللي ممكن يلعب بيه الكابتن حلمي، ولا لسه الكابتن حلمي ما افصحش عن التشكيل؟ لا لا، الملامح الاساسيه باينه، لان خد بالك يا محمد هو عنده مشكله طبعا، ان هو معاه 14 لعيب فقط في القايمه وثلاث حراس مرمى، فانت عارف التغييرات هتبقى محدوده، والقام الاساسي هو طبعا خلاص في لعيبه اساسيين هيلعبوا طبعا، عندك ايمن اشرف، عندك ابراهيم حسن، عندك مصطفى طلعت، عندك هيرمان، عندك هاني العجيزي، مانجا اساسي طبعا، فادي نجاح وياسر ابراهيم في الدفاع، عندك في مفاضله ما بين محمد صبحي والمهدي سليمان في حراسه المرمى، ابراهيم عبد الخالق هو الوحيد اللي لا يزال موقفه مش واضح، هو كان اتعرض لشد في العضله الضمه معايا يا كابتن محمد. في الضمه. تمام. سمع. كان عنده شد في عضله الضمه، ويعني ما اعرفش، عندي احساس كده ان هو ممكن ما يدفعش بيه في التشكيله الاساسيه او يحتفظ بيه كورقه رافعه على دكه البدلاء، لكن فيما عدا ذلك الامور مستقره، المعنويات مرتفعه، البعثه بتستعد بجديه للمباراه، عاوزين يعملوا مجد جديد ليهم بالوصول لدور المجموعات في اول مشاركه ليهم في هذا العرس الافريقي. فريق سموحه يمكن معنوياته ارتفعت طبعا، لان هو تخطى عقبه الاتحاد الليبي، ثم فريق انيمبا اللي هو طبعا انيمبا طبعا من كبار الانديه الافريقيه. تمام؟ تمام. استاذ عوني نافع نقدنا الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا، طمنا على نادي سموحه. معانا تقرير عن وقفه احتجاجيه لنقول جماهير ونجوم نجوم بورسعيد، ده كانوا عاملين وقفه احتجاجيه علشان النادي الاجتماعي، اكيد النادي الاجتماعي لاي نادي او لاي فريق مهم جدا ان يبقى الناس تقعد فيه، يبقى في انشطه اجتماعيه. اعتقد الامور دي كلها هنشوفها في التقرير ده، ونطلع على فاصل ونستقبل اثنين من نجومنا الكبار، كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخبنا الوطني، كابتن اسامه نبي المدرب العام لمنتخبنا الوطني. طالبنا اكثر من مره وطالبنا كتير جدا جدا بوجود نادي اجتماعي للنادي المصري، وللاسف ما حدش بيسمع لكلامنا، حتى الاستاد اللي كنا بنلعب فيه وهو اصلا الاستاد ده كان مكان النادي المصري، وكل المستندات وكل الاوراق بتثبت انه من سنين السنين وهو ملك النادي المصري، انتزع غصبا وقهرا من النادي المصري واعطوه لوزاره الشباب والرياضه وسموه الاستاد بورسعيد مش استاد النادي المصري. النادي المصري على الجهة الشرقية مركز شباب الاستاد، الجهة الغربية نادي بورسعيد. طب المراكز الشباب ونادي بورسعيد ده، عندنا مركز شباب الزهور موجود في الزهور، مركز شباب الزهور مساحة كبيرة يسع لكل دول مع بعض، ونفرغ المكان ده ويبقى للنادي المصري، ويخير أعضاء الجمعية العمومية لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد إما أن ينضموا إلى النادي المصري بشروط بقى يقعد ويبقى فيه اتفاق بينهم وبروتوكول بينهم، أو إن المكان ده يتركوه ويروحوا لمركز شباب الزهور ويندمجوا فيه. اتقدمنا بملف للسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الدوله للشؤون الرياضيه، ملف هيدخل لتنميه موارد النادي المصري حوالي 6 مليون جنيه في السنه. الملف ده الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى تم الانتهاء منه، تم عمل الرسومات،
تم عمل المقايسة، وكان معايا الاستاذ احمد متولي عضو مجلس اداره النادي المصري، وسلمنا الملف ده للسيادة الوزير في مكتبه. بقاله الوقت حوالي مثلا عن 20 يوم او 25 يوم استلمه سيادة الوزير. بس هو اللي ناقص ان الملف ده سيادة الوزير بقى يعني يسند هذا الملف لاي حد من المقاولين اللي هم تابعين للوزارة عشان نبدأ فيه. المشروع ده عبارة عن 34 محل، هو كان اول 17، لو اتعمل دورين المحل دورين 34 محل، وصالة متعددة الاغراض اللي هي صالة افراح او مبنى متعدد الاغراض، والكلام ده كله لو هيطرح بحق انتفاع ان شاء الله هيعود للنادي المصري 6 مليون جنيه في السنة. وده مهم جدا ان الملف ده يعني يتبناه الاستاذ محمد عباس، يتبناه قناة النهار، استاذ اسلام صادق، كابتن كريم، يعني كل القنوات الرياضية، لان الملف ده هيريح كتير جدا النادي المصري، وكمان الحالة الاقتصادي اللي موجودة في البلد النهاردة اللي هي الركود اللي موجود في بورسعيد. احنا عندنا 10,000 عضو، ال 10,000 عضو دول محتاجين ان هم يخشهم يضخوا مواد. هيضخوا مواد ازاي وهو ما عندكش مكان تقعد فيه؟ تاخد بالك؟ هيضخوا هتعمل مواد ازاي؟ هتعمل محلات فين؟ يعني احنا حتى الملعب الفرعي كنا انا والكابتن اشرف والاستاذ طارق هاشم والدكتور شريف صالح واولاد البلد وياسر يحيى والناس المخلصين اللي كانوا موجودين، قدرنا ان احنا نجيب من حي العرب ومن المحافظ موافقه ان احنا نعمل محلات في الملعب الفرعي، ونعمل كمان صالات افراح مثلا على اساس دي الحاجات اللي بتجيب دخل الوقت. طب ما نعملها. طلبت من المسؤولين ان احنا الملاعب بتاعه الاكاديميه ناخدها ايجار حق انتفاع للنادي المصري، دي برضو تجيب لك دخل. انا Thank you.